السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. سعادة الرئيس المبجل وحضار الكرام، تحية وتهنئة أنقلها إليكم من قلب يغمره الحب والاحترام. أما بعد، أيها الإخوة، إن الإسلام قد بيّن لنا القيم الإنسانية السامية في عدة مواضع من القرآن الكريم، فرسم لنا رسولنا تلك القيم الكريمة بسيرته الجليلة. فعلينا معاشر المسلمين أن نتخلق بما اتضح لنا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ونعتصم بهذه القيم الكرامة الإنسانية. إخواني في الله، إلى ما نحكم أنفسنا ألا تلك التعليقات القاسية أو إجابات خالية؟ وهي تلمع تحت صور المنشورة، صور نتصنع فيها ابتسامات كاذبة، وفيديوهات تلاحق بها موسيقية هزينة أو عناشد إشقية. وهي تلمع تحت صور المنشورة، صور نتصنع فيها ابتسامات كاذبة، وفيديوهات تلاحق بها موسيقية هزينة أو عناشد إشقية. حتى نقوم بفارق الصبر ما هي التعليقات الواردة تحت هذه العدسات الصورية. هكذا كم من علاقة غير شرعية تولدت من رمز تعبري يخترق الشعور. هذه التعبيرات الحلوية تقرب القلوب رويدا رويدا، ثم تجبرهم ليغادروا أهلهم وآباؤهم تاركين أعمارهم في جمرة الوحدة والوحشة وفقد المحبة والفداء، ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. أيها الإخوة، ومن أهم القيم الإنسانية التي رسمها لنا الإسلام تكريم المرأة، وكرم الإسلام المرأة واحترمها، وأمرنا بمعاشرة النساء بالمعروف، حيث قال: وعاشرهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. أيها الأعزة، إن حضارة الإسلامية قد تميزت بالسماحة، فصادت القيم الإنسانية النبيلة بين الناس وبين المسلمين وبعضهم ببعض، وبينهم وبين أصحاب الديانات الأخرى. حينما نتدبر جميع آيات القرآن الكريم بحذف البيان الإنسانية في الإسلام التي أقرها الإسلام، بحذف البيانة في الإسلام، فدين الله القويم لا يسمح لأي صورة من تمييز. وجعل الله سبحانه وتعالى إن حالة التجلي وحلية التحلي وحلة التحلي تقودك إلى الله وتجعل أنفاسك في الله، لأن التصوف هو تجسيد الإحسان وتزديد الإيمان. لكن في زمن أصبح التصوف فيه اسما بلا مسمى، وتكلم فيه الأسم والعامى، فعلينا أن نعرف الحق أبلج وراء الباطل عارج. وأختتم كلامي، وعليكم السلام، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.